سامعك. موقع كانفا من المواقع القوية جدا في موضوع التصميم، زي ما انت شايف ممكن حتى يعمل لك وايت بورد ترسم عليها، ممكن برزنتيشن، سوشيال ميديا، فيديو، ويب سايت، حاجات كتير جدا هو بيشتغل فيها، مثلا غلاف الكتاب مثلا، او هتعمل شكل بياني، مايند ماب. الجميل ان هو ابس، ده هو رابط نفسه بمواقع كتيرة جدا. لو جيت هنا هتلاقي مواقع كتيرة جدا هو رابط نفسه بيها. طيب خلينا نشوف اللي هو انمفي، اقول له كريت ان في وارفع له صوره، وهو يبدا يحول الصوره دي لحاجه شكل كرتون. طيب هقول له مثلا ان انا عايزها مثلا كانستجرام، ومطلوب مني بقى ان انا ارفع اي صوره، وهو يبدا ان هو يحطها هنا. فاجي اقول له ابلود، انا عايز ارفع صوره، خليني ارفع اي صوره كده شخصيه. الصوره هيت، اجي هنا انمي واقول له حولها لي لكرتون. طبعا ممكن الصوره اللي تطلع ما تبقاش كويسه، تبدا تقول له اعملها لي تاني وتاني ورابع لحد ما توصل للصوره اللي انت عايزها. يعني هو مش مديني امكانيه ان انا اتحكم في كميه التعديلات اللي هو عايزها او يوجهها في اتجاه معين، فممكن اول صوره ما تعجبنيش، فمش مشكله اجرب مره واثنين وثلاثه. يعني هنا عملها مختلفه تماما عن الصوره بتاعتي، تمام. فممكن اعمل تراجع، ارجعها للصوره الاولانيه او ارفعها تاني، واروح ايه قايل له اعملها لي تاني، ماشي. اقول له انفاي، هيبدا يجيب لي صوره تانية مختلفه، فتفضل لحد ما توصل للصوره اللي انت عايزها. فمثلا هو عملها بالشكل ده، طبعا تقدر تحول كذا مره لحد ما توصل للصوره اللي تعجبك.